وسهلا بكم في حلقة جديدة من Arabic Robotics. في الحلقة دي هنتعلم ما هو الروبوت وما هي أنواع الروبوتات الموجودة وإيه اللي هنحتاجه عشان نبدأ في عالم الروبوتات وكيف نبدأ. ما هو الروبوت؟ حسب تعريف ويكيبيديا، A robot is a machine which programmable by a computer. الروبوت هو كل جهاز يعمل بواسطة برنامج حاسب آلي. في البداية هوريكم شوية أمثلة الروبوتس موجودة في السوق، ممكن بعضكم شافها وممكن لسه في بعضكم ما شافهاش. هي نظرة سريعة كده عن بعض الروبوتات الموجودة في السوق. بالظبط عشان نبدا في الروبوتس هنرجع لنظريه اسمها نظريه المخ والعضلات. عشان تعمل اي حاجه لها علاقه بالروبوت محتاج حاجتين، محتاج الاول مخ يفكر وعضلات تنفذ اللي المخ عمله او المخ فكر فيه. بنتكلم دلوقتي على جهازين منفصلين تماما، جهاز اسمه اردوينو وجهاز اسمه راسباي باي. هما جهازين مختلفين بس كل واحد بيكمل التاني. ممكن تستخدم واحد منهم بس وتعمل برنامج روبوتس، بس كل واحد منهم ليه الفيتشرز الخاصة بيه او المميزات اللي بيختلف بيها عن التاني. جهاز الاردوينو بيسمى مايكرو كنترولر. جهاز الاردوينو هو جهاز بسيط جدا في البرمجة وبسيط جدا في الاوامر وتنفيذ الاوامر، وهي دي اكبر ميزة فيه، لان هو بينفذ الاوامر بسرعة جدا وبيعرف يرجع النتائج بسرعة جدا اسرع من اي كمبيوتر تاني، وهي دي الميزة بتاعته. وعشان كده بيجي معاه غالبا ستارتر كيت، مجموعة من السنسورز او المستشعرات او المواتير اللي هو بيشغلها بسرعة وبياخد منها القراءات او الريزلتس او النتائج بتاعت كل جهاز منهم ويرجعها للكمبيوتر او ينفذ بها اوامر زي ان هو يحرك موتور، يقيس درجة حرارة او غير كده من الاوامر اللي حسب المشروع اللي انت بتعمله. بالنسبة للحاسب الالي، التحكم عن بعد. ثانيا مراقبة المشروع. دول باختصار اهم وظيفتين للحاسب الالي في مشاريع الروبوتكس. ومش شرط يكون حاسب الي يعني كمبيوتر، ممكن التليفون المحمول يقوم بنفس المهمة، ان هو يتابع المشروع وان هو كمان يتحكم في الروبوت عن بعد. بعد ما عرفنا الحاجات اللي احنا محتاجين نشتريها عشان نبدأ في مجال الروبوتكس، دلوقتي هنعرف ازاي نبدأ بقى نشتغل فيها. لو فكرنا مع بعض الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل روبوت، هنحتاج مواتير او محرك يشتغل في الروبوت،
عشان يتحرك بيه الروبوت، ومحتاجين كمان وحدة تحويل طاقة اللي هي زي البطارية أو حاجة يشتغل بيها، ممكن أي مصدر طاقة زي الكهرباء مثلا. وكمان محتاجين وحدة تحكم أساسية زي الأردوينو أو الراسباي باي. وفي قصة تانية محتاجينها بس مش أساسية ممكن نستغنى عنها، وهي مثلا المستشعرات أو المحركات ممكن نستغنى عنها لو أنت مش عايز الروبوت بتاعك يتحرك، عايزه بس يستشعر حاجة معينة، يقيس درجة حرارة وبعدين يعمل ريبورت بيها بشكل أوتوماتيك أو عن طريق الكمبيوتر. وفي واجهات الاستخدام اللي احنا قلنا عليها ان احنا ممكن نشتغل عن طريق الكمبيوتر، تشوف الاكسكيوشن او تنفيذ المشروع بتاعك ازاي يشتغل وهكذا. دي واجهة الاستخدام بتاعك. ممكن كمان واجهة الاستخدام يراد بها ان انت تدي الاوامر للروبوت عن طريق الصوت، عن طريق التحكم عن بعد، عن طريق ريموت كنترول. دي كلها عبارة عن واجهة استخدام او بيسموها بالانجليش Human Robot Interface. طيب ننتقل دلوقتي على لغات البرمجة اللي ممكن تتعلمها. اختصارا الموضوع، انت محتاج لغتين برمجيتين. اول حاجة هتحتاجها C++، تاني حاجة هتحتاجها البايثون. ممكن من خلال C++ لوحدها تعمل برنامج وتعمل روبوت ابليكيشن من خلال الاردوينو مباشرة بدون اي لغة برمجة اخرى. وممكن عن طريق البايثون لو انت هتستخدم شريحة زي شريحة الراسباي باي اللي احنا قلنا عليها مسبقا. دلوقتي هسيبكم مع بعض الروبوتات الاخرى الموجودة في السوق. اكتبوا لنا في التعليقات اي روبوت فيهم احسن او اي واحد فيهم عجبكم اكتر.